حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري، فقلت: لم تشهدها؟ قال: بلى، قلت: لكن انا ادري قرا سوره كذا وكذا